قاسم برال يبدع، وهدف أول، هدف أول من ضربة ركنية، ينجح هادي عقيلي في أن يصطاد الضربة الركنية. شوط أول انتهى بدون أهداف، كله تنظيم جيد، ولا فرصة في الشوط الأول على مرمى المنتخب القطري. شوط تاني بعد ثواني قليلة كانت فرصة كبيرة أنقذها قاسم بران وكأنها إنذار، ثم جاء الهدف من ضربة ركنية وضربة رأس هادي عقيلي اللي هينتقل أو انتقل خلاص لنادي العربي القطري. 1-0 لصالح المنتخب الإيراني، رغم أن الشوط الأول الحقيقة كان شوط محترم منظم مرتب من الفريقين بشكل عام، لكن نشوف هنا 4 لاعبين باللون الأحمر واقفين على كعب رجليهم في منطقة الجزاء، بينما من قفز هو فقط هادي عقيلي، وكأنه هو الوحيد اللي معاته إلى سوريا. على سوريا عايز يعمل هاتو خط، حضرت من جديد، تاني قرب، ضغط ضغط، تفوق، صور، يا ولد يا جدو لعيب، جدو جدو جدو، نعم عملها جدو. جدو ايه؟ جدو ده الشداخ في قمة الشباب، في قمة الشباب والحيوية، هيصوله هيصوله، سقفوله، فرح الملعب عرضه بطوله، ليعود العنابي إلى التعادل، ليعود جدو بإصرار وعزيمة وقمة التحدي، رفع شعار ما في حد في هذه اللحظة أدي. ويا فرحة الجماهير العنابية، الجمهور القطري له دور كبير في اللحظة الأخيرة، لأنه لم يتراجع لم يستسلم. أيضا خلينا أفكركم إن قاسم برهان حارس المرمى كان له دور كبير، شوف الاقتحام في اللعبة الأخيرة من حسين علي، ثم جدو عملها باليمين وحطها بالشمال، هدف آخر جمال، يا جماله يا جماله، جدو بشماله حطها له لتصبح النتيجة التعادل 1-1. وهذا ما كان يبحث عنه لازاروني، هذا ما كان يبحث عنه الجمهور القطري.